من هو الذي أعطاهم الصفة التي يستطيعون من خلالها خلع عمامتي؟ من هو؟ لست أنا الذين بعتوا الأوقاف ولا المساجد، لست أنا الذي استورد يعني الكيلوتيت والما بعرف شو على اسم المجلس الشيعي، لست أنا الذي أعطل قضايا النساء في المحاكم الشرعية من حضانة ومن طلاق ومن ومن إلى آخره، لست أنا الذي أرضخ لتليفون لهذا القاضي أو ذاك القاضي فيعطل حياة امرأة سنوات وسنوات أمام لأجل أن ترى أولادها أو لأجل أن تأخذ تحصل على حرية الطلاق أو غيرها من المشاكل الطويلة العريضة التي لا أريد أن أعددها. لا ما تفاجأت فيه من أول ما قريته أنا عم بضحك، وحتى المتصلين اللي عم يتصلوا فيه عم بضحك وبقول لهم إذا بدهم العمام يجي يأخذوها بعطيني إياها ببلاش يعني. بس المضحك المبكي أنه من يحتاج إلى أهلية أو شهادة بأهليته يعطي شهادات للناس في الوقت اللي يعني أنا معروف تاريخي في الحوزة العلمية أكثر من 30-35 سنة درس وتدريس، معروف في مسيرتي التبليغية منذ أكثر من 25 سنة حتى أكثر من ذلك يعني، فما أدري حتى إذا بدهم شهادات عندي شهادات يعني، عندي شهادة دبلوم بالعلوم الإسلامية وعندي إجازة من السيد فضل الله المرجع رضوان الله عليه سيد الأستاذ، وعندي بس هاي ما بهمني الشهادات أنا، وأنا أصلا أدعي بأنني صاحب رأي مجتهد، ولأول مرة أصرح في هذا وعلى تلفزيونكم الكريم أنا مجتهد ولي رأيي ولست بحاجة إلى آراء أحد. بس اللي بدي أقوله أنه أنا مش متفاجئ من 2017 صدر من هاي من بعض هؤلاء أنه يريد نزع عمامتي، إذا بده إياه يجي خدها يا عم، مشكلة لأدي وقف القصة على العمامة. الناس تعرفني وتعرف مسيرتي، معروف في علمي، معروف في سلوكي، معروف في حياتي، كل الناس تعرفني. كثيرا ما حاولوا تشويه صورتي لأنني أقف في وجه الفاسدين وأقف في وجه الغلو. نعم إذا عندهم مشكلة معي بأنني فاسد العقيدة مثل ما بيقولوا جماعة المجلس الشيعي، فاسد العقيدة إيه نعم، فاسد بعقائد الغلو وأنا ضدها، فاسد بعقائد التأليه لأهل البيت صلوات الله عليهم، فاسد بقضايا الخرافات التي يطلقونها على المنابر. أي نعم أنا أنتقد كل هذه المظاهر التي أريد أن أصحح فيها أتباع أهل البيت وخط أهل البيت وأعيده إلى مساره الصحيح. ربما هذا يزعجهم أو أنه يزعجهم أنني بين الفينة والأخرى أوجه لهم كلاما للمجلس الشيعي ولكل الدور الروحية في لبنان، لطالما كانوا محسوبين على السياسيين الفاسدين، ولا زلت أقولها وأجهر بها ولتكلفني دمي، لا زالوا هؤلاء المراجع الروحية محسوبين على السياسيين الفاسدين ويضللونهم بعباءتهم الدينية. بأي صفة يريدون أن يخلعوا عمامتي؟ قلت لك بدهم إياه يخلوها آخر همي.